بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، الإخوة المستشارين، الأخوات المستشارات المحترمين المحترمات، أتأسف لأنه تضيعون علينا، طبعا لستم جميعا بطبيعة الحال، فرصة التعمق في الإشكاليات بهدف إبصار الواقع والوعي به و يعني الوضع اليد على المقاربات الصحيحة التي من خلالها سنخرج من المأزق، لأنه نحن هنا جميعا يعني في مركب واحد في النهاية، لأنه الكلمات اللي تقدمت إن لم يكن كلها فمعظمها فيها أمور نافعة ومجدية وانتقادات صحيحة وأوجه قصور حقيقية، وأنا لست هنا لأقول لكم أنه هل كل هذا جاء أو حدث فقط لما جئت أنا كرئيس الحكومة، هذا الشيء راه نتيجة بصراحة أكثر من قرن من الزمن، هذه هي الحقيقة. شيء راه ماشي كانت المرحلة الاستعمارية، المرحلة الاستعمارية تصوبت بواحد الطريقة وكانت عندها عواقب بقينا كنجرجروها، واش المغرب النافع والمغرب الغير النافع انا اللي جبتو، كانت عندها عواقب وبقينا كنجرجروها اليوم، ومن الاستقلال لهنا تبارك الله انا ولي كنشوف الناس انا اللي تيوقفوا ماشي عارضوني، عارضوني خصهم يعارضوا، ولا عارضوني بشي شويه ديال الشراسه مقبول، ولكن كنشوف ناس يعني على الاقل هما اللي سيروا هذه الحكومات المتتاليه من الاستقلال اليوم، وكيفاش؟ لا بد تفهموا معي على شي حاجه، الله يجزيكم بخير. انا ملي جيت كنحاول تنعتقد بان حتى الاخرين اللي سبقوني يحاولوا، ويندي كاين مسائل حقيقيه وعمليه كنفسدوا هاد المنطق اللي هو في الحقيقه منطق التعاون، واللي هو اللي مطلوب منا نمشيو له بكلمات وملاحظات مع الاسف ضروري نرد عليها، لاننا في النهايه احنا في مجلس المستشارين نحن نمارس السياسه، كيف العمل؟ هل أنا المسؤول ليس فقط عن العيوب والمثالب التي تتحدثون عنها بالنسبة للحكومة بل حتى عن المعارضة؟ أنا الذي بخستكم وأربكتكم ويعني أفسدت عليكم يعني جميل زمانكم؟ لا، شوفوا تنتوما اش دايرين، كتجيو كتقولوا بلي أنا كنبخس الزعماء ديالكم، واش انا اتهمت شي زعيم ديالكم باللي هو مع داعش؟ اتهمت شي زعيم ديالكم باللي هو مع النصرة؟ اتهمت شي زعيم ديالكم باللي هو مع الموساد؟ يعني واش ما تتحشموش؟ واش دابا بغيت نسول، واش اللي كاين فيديو مصور كيبين وكيتوسم من قبل الاسرائيليين يجي يجتمع بالاله من كيران؟ هذا مش معقول، خص الانسان يكون فيه شويه الحياء، مش معقول كاين شويه ديال الحياء، احنا كنعياو ونترفعوا في الاخر ماشي انا اللي ندير. نعم فعلا الحمد لله
المغرب ما فيهش أزمة حكومة، في أزمة معارضة. قرأوا الصحافة، نقولها لكم بصراحة، ما يجيوش الناس اللي فيه عندهم مشاكل ديال الهكتارات ديال الغابات داوها للقبائل، لأنه الهضرة سهلة، تجي لهنا تهضر عندك الحق قانونيا. ولكن أنا كنقول غير كلمة كتقلبك، الحق أنت كتقول ألف كلمة ما كنديهاش فيها، لأن المواطنين ما كيديوهاش فيها. اليوم الحكومة كتمتع بالثقة ديال أكثر من 50% ديال المواطنين، وواحد 30-40% ما عبروش على الرأي ديالهم، في حين أن المعارضة البعض منها وبعض الرموز ديالها ما تنعممش، ماشي كل شيء، كاين الناس معقولين ومستقبلين، عندي ما نقول، سمحوا لي، لذا ما تجيوش تقول لي ما تبخسنا واستعمل إلى وخلي الناس، الناس من الواجب ديالي نقول لهم الحقيقة باش يعرفوا يميزوا بين الغط والسمين. أنا اللي كنطلع على الطنجرة وعارف شنو فيها، وملي أنتم ما تقصروش في الجرائد ديالكم وتقولوا اللي بغيتيو وتتخذوني هدفا، أنا والحزب ديالي والحكومة ديالي ما تنتظروش مني أنه أنا نجي لهنايا ونمد لكم الخط الخد الآخر. أنا مسلم ماشي مسيحي، ولهذا تكون الأمور واضحة بيناتنا. إذا رجعتيو معايا للملاحظات والاختلالات، غنقول ولكن أنا في هذه الحكومة قلت هذا الشيء لرجال الأعمال ملي مشيت لعندهم للدار البيضاء، قلت لهم المهم هو تشوفوا التوجه ديال الحكومة. صحيح يمكن لي نقول لكم بلي كل شيء اللي قلتيه إلا ما كانش صحيح 100% عنده نصيب بين الصحة، ولكن أنا كنحاول. الرشوة، أنا اللي جبت الرشوة للمغرب. اليوم هذا الصباح هذا ترانسبارونسي كتخرج كتقول المغرب ربح 11 درجة، انتقل من 91 ل 80 في محاربة الرشوة. نمشي وعاود ثاني نقلبوا في التفاصيل ديال، صحيح هذيك التفاصيل مزيانة وخصنا نقلبوا فيها. حنا ملي جينا الإخوان فيما يخص التسهيل ديال المناخ ديال الأعمال، حنا واعيين ومتفقين على الإشكاليات اللي كيلاقيوها رجال الأعمال، ولكن مع ذلك رجال الأعمال في المغرب الحمد لله كيربحوا، وكان ما كانوش كيربحوا ما غيبقاوش وما غيجيوش. كتقولوا لي نقصت واحد شوية، نقصت واحد شوية، يمكن هذا العام غنتداركوها إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن الحمد لله كيجيو باقيين كيجيو وكيسمعوا. رجال الأعمال كيعرفوا، اللي مشيت عند رجال الأعمال في الدار البيضاء كلهم وقفوا في الكلمات ديالهم اللي كانوا كيسولوني، وقفوا على القضية ديال التخليص ديال الميزانية ديال المغرب من واحد العدد ديال 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 ديال, ديال القيود اللي كانت مكبلاها. عرفتي وشحال وفرنا على الميزانية ديال المغرب بالزيادة في الثمن ديال المحروقات؟ وهذا الشيء الحكومات الماجية إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تعرف القيمة ديالو. من 2012 و2013 و2014 و2015 بين 86 مليار ديال الدرهم، ديروا الحساب وشوفوا. العام الأول حوالي 9 مليار ديال الدرهم، العام الأول 2012، العام الثاني 11 مليار ديال الدرهم، العام الثالث 11 زائد 11، العام اللي من بعد 3 ديال المرات. ديروا الحساب وتشوفوا بين 60-80 مليار ديال الدرهم إلا احتسبتيو الثمن ديال البترول واش تيطلع ولا تيهبط. هاد 60 ولا 80 مليار ديال الدرهم منين كنا غنجيبوها؟ كنا إما غنتسلفوها إما غنقصوها من الاستثمار. رجال الأعمال اش كيفهموا؟ إذا نقصتي من الاستثمار هو ما غيلقاش فرص، ما غاديش يستثمر، لأنه كيعرف بلي الدولة مرهقة ومخنوقة بحبل يمسكه غيرها، يمسكه منتج البترول. واحد النهار يقول لها 105، واحد النهار يقول لها 106، واحد النهار يقول لها 107، واحد النهار يقول لها 150. دابا هادشي الحمد لله ما بقاش،
ما غاديش تبقى الرقبة ديال الدولة مخنوقة بي، ومعنى ذلك أنه الإمكانيات ديالها غتعمل بهم حاجة أخرى، غادي توجههم للاستثمار. رجال الأعمال كيفهموا باللي الدولة اللي عندها الإمكانيات ديال الاستثمار دولة مزيان يجيو لها ويكونوا عندها، يكونوا ما تواخذونيش إذا المؤسسات العمومية بحال المكتب الشريف للفوسفات عطات المشاريع لبعض الشركات الأجنبية، داكشي كيخضع لطلبات العروض، كيخضع الأمور مرتبطة بهم وعندهم الاستقلال ديال التسيير ديالهم، وماشي مهم خصنا حنا الناس ديالنا حتى هما، لأنهم ما تبقاوش تكلموا على المقاولة المغربية وكأنها يعني هي تنتظر أن نفعل لها كل شيء، غير معقول. المقاولة المغربية حتى هي خصها تحزم راسها وتعرف باللي الزمن تغير، وتعرف باللي التنافسية ولات صعيبة، وتعرف باللي الأسواق انفتحت وأنه ما يمكنناش نتراجعوا اللور، وحتى هي تبدل مجهودها. وملي يكون عندها مشكل تجي عند الحكومة العيب والعار. أنا قلت لكم ملي جينا سمحوا لي كيخص رجال الأعمال ينوضوا يشهدوا، ملي جينا لقينا بين رجال الأعمال من الناس اللي كانوا كيبيعوا المحروقات، يعني كان منهم من ما بقالو غير ما نعرف شنو يعمل، تيغوت في الاجتماعات بالله اللي خلقوا، الآن ما بقيتش كنشوفو نهائيا. حنا كنبدلو مجهود وكنتقاتلو مع واحد العدد ديال العوامل والظواهر، بعضها بشري وبعضها إداري وبعضها قانوني، فهمتيني ولا، ولكن ما كتكونش الأمور، ما كتكونش يعني التجاوب والنتائج ما كتكونش فورية في جميع المجالات. وهنا كيبان الأهمية ديال بحال هذا اللقاء، ملي نجيو ويكون الكلام مسؤول وما يكونش تعريض وما يكونش تسفيه وما يكونش، وديك الساعة حنا راح مستعدين نسمعوا وفرحانين إلا توضح لنا واحد الإجراء نعملوه كنا قادين نعملوه وننفعوا فيه بلادنا. لأنه خصكم تعرفوا شنو هو رئيس الحكومة والوزراء، رئيس الحكومة والوزراء الإخوان، إلا كانت نيتهم سليمة، إلا كانت نيتهم سليمة، راه هو واحد الإنسان تيجي لواحد المرحلة معينة كيخلي الأشغال ديالو كلها تيجي تيقابل الشأن العام مقابل واحد الأجرة يعني كتقضي بها الحاجيات ديالو، ولكن هو اللي مهم عنده هو يطير من الزمان شي حاجة لصالح الدولة والشعب، لو رئيس الحكومة. لأنه النهار اللي غادي يقولوا لك السيد رئيس الحكومة لم تعد رئيس الحكومة ستصبح مواطنا عاجزا أن تنفع بلدك من الناحية العملية، ما اليومية، اليومية إذا كان شي إجراء اللي تقدر تديرو اليوم نقدو نعتزو أنه الحمد لله كندفعوا بلادنا في اتجاه التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية ديال البلاد. ماشي عيب إلا اعترفتيو بهذه القضية، تقولوها قولوا لي هذه عندكم مزيانة، ولكن وما تجيوش تقولوا لي هذا الشيء درتيه من جيوب المواطنين، لأنه كاين واحد المشكل، كاين تناقض كل شيء. أنا بعدا واحد القضية ملي دخلت لهذا البرلمان وقبل ما نجي لهذا البرلمان وأنا كنسمع المقاصة ملي جيت بديت كنصحى قال لك هذا ما تقيش الجيوب ديال المواطنين وكيفاش ندير وريو لي. كنسمع التقاعد ملي جيت ما تمش كيفاش. أنا كنعمل ديك الشيء اللي كنعتقد أنه صواب وتنحاول نعالج الاختلالات اللي جات عليه، ولكن في النهاية اللي كيربح هي الدولة، ولا ربحات الدولة كيربح المواطن. وعاوب هذه القضية الله يجزيكم بخير، راه المغاربة كيقولوا إلا عاش النسر تيعيشوا ولادو. كاين واحد المنطق وقبيلة عطيتكم مثال تيسميوه الميزيغابيليزم، عندك تقيس هادي، عندك تقيس هذا، عندك تقيس الاخر، وفي الاخر كتبقى يعني في لو فون دو بيترين، كتبقى يعني في المازق تو باتوج، تطلع تتهبط تطلع. لا دابا يمكن لكم تقولوا الى بغى الله سبحانه وتعالى ومن هنا لنهايه هذه السنه هذه المحروقات، يعني سواء تعلق الامر بليسونس
ولا المازوت ولا الفيول ولا الفيول الصناعي ولا الفيول ديال الكهرباء ما بقاتش عند الدولة علاقة بهم. خاصكم تنفسوا السعداء تقولوا الحمد لله على لطف الله واحد الرياض ديالنا تخلصنا. لأن المشكل شنو هو؟ هو ملي تمشي تعطي واحد العرق ديالك لواحد الجهة ما عرفتيش داك الشيء اللي كيدوز من تما واش كله مبرر ولا غير شي شوية منه ولا بس ما تقدرش. الفلوس هادو أحسن شيء وهو ما شفناهم ما شافونا يا رسول الله صافي. هذاك لوينو 4.8 مليار ديال الدرهم اتفقنا معاه نعطيوها ليه 2017 ياك السيد الرئيس 2017 ما نعاودوش دبر راسو يتحمل مسؤوليته. راه جالس كيقلب كيفاش يدير باش يقلب على توازنات ماليه. شكون اللي ربح؟ الدوله هي اللي غادي تربح ان شاء الله الرحمن الرحيم. وطبعا كاين بعض التكاليف كترتب على بعض المواطنين. كتقولوا لي دير الضريبه على الثروه. النهار اللي زدنا واحد النسبه على الناس اللي عندهم فوق 30,000 درهم في الاخر نقول لكم صدقوني راه كنبقى نقول غير سبب السياسيين واش يقولوا بالضبط؟ يعني واحد تيقول لك هكذا وهو نفسه تيعاود يقول لك لا ماشي هكذا هكذا اودي الله يهديك قول لنا واحد الطريق وحده نمشيو فيها. فوق 30,000 درهم تقلب عليا العالم علاش تقيس مالي 30,000 درهم طب هذيك الطبقه الوسطى ما نعرف شنو وقولوا لي كيفاش غندير؟ حنا باقي كنهضروا ماشي انا ماشي ضد نعمل الضريبه على الثروه ولا نعمل ولكن راه كل حاجه يعني تيخصها واحد المنطق وواحد المقاربه تكون صحيحه والا راه غادي ملي جينا كتقولوا لي المحاربه ديال الفساد بعد بضعه اسابيع بداو تيقولوا لي الناس السعودي الا راه ما بقى حد بغى يوقع كلشي ولا مخلوع خايف لا يمشي للسجن. خصنا نرجعوا الثقه المواطن يتحمل مسؤوليته ولكن يعرف بانه متابع بالحساب. وخليو عليكم داك المؤشرات والكلاسمون انترناسيونال وداك الشيء يعني الوزراء يعني كيقولوا لي وخصوصا السيد وزير الدولة تيقول لي السيد الى 20 سنه الوضع في المغرب تبدل وتغير. الشعور بالمسؤوليه، الشعور بالمراقبه، كل هذا يتحسن يوما بعد يوم. ولكن مازال اوني با سورتي دو لوبرج، باقي خصنا نزيدوا وكل حاجه اللي كتعتبروا باللي خصها دار وقلتوها لنا راكم كتقدموا لنا هديه الى حيدتي وداك الشناقير ديالكم لانه بطبيعه الحال المغرب اليوم الاخوان لان علاش؟ ما كنبغيش واحد القضيه ما كنبغيش نجي نبدا نواجه الكلام ديالكم بكلام يفيد اننا في جنه خضراء ما كنبغيش لان حتى انا متفق معكم ان بزاف د الامور ماشي هي هذيك. ولكن ما تنساوش واحد القضيه نقولها لكم بصراحه الوضع راه تغير اليوم. الحكومه ما كتخبيش اسمح لي السيد وزير الداخليه نيتك في الهاتف نعاود نهنيك علانيه انه جيتي عند الناس وقلتي لهم الحقيقه قلتي لهم 300 دوار وزياده اللي تنكبات يلاه قدرنا نوصلوا ل 103 ديال الدواور. هاد الحكومه هادي دايره في البلد ديالها تتكلم مع المواطنين بالحقيقه ما كنخافوش ما كنترعدوش ما فكرشناش عجينا ما ما ما, ما داك المسائل راى الامر يفضي الى اخره فجعل اخره اولا. داكشي اللي عوالي نديرو تنجيو تنشرحو للناس تنوضحو لهم. ما تعاودوش تجيو تقولوا لي علاش فتحتي الرأسمال ديال المصحات للقطاع الخاص لانك ستخلق الريع. لانه اليوم واش كاين الريع ولا ما كاينش في القطاع؟ كاين ولا ما كاينش؟ اليوم كاين الناس اللي يعني الخدمه الصحيه التي تقدم لهم ليست كما يجب ان تكون وكذا الى اخره. اذا بالضبط مناش تنخافوا. كلشي المشاكل اللي كنتوقعوها وقع لنا ولكن حنا ملي كنجيبوا واحد المقترح باش نخرجوا كانوا تقول لك اودي هذا الشيء راه ما فيش المصلحه ديال المواطن. اذا في الحقيقه حنا كندافعوا على مصالح ديال اشخاص وفئات. ولهذا انا باغي نقول لكم السيد وزير العدل ما بقاش هنايا. السيد وزير العدل من النهار اللي تعين اليوم وهو في حرب لم تتوقف.
وراني ما بغيتش نجبد بعض الامثله ديال الاشكاليات اللي كيطلب منه يتراجع فيها. واش حتى اللي عنده 5000 درهم ديال المشكل بينه وبين مواطن ما يمكنلوش يوقف قدام القاضي ويدافع على راسه؟ علاش؟ لماذا سنلزمه ان يذهب عند محامي؟ المواطن من حقه يوقف يدافع على راسه فاش ما بغى. كاين مواطنين يمكن يدافعوا على انفسهم، يمكن يدافعوا على المغرب في الامم المتحده. علاش غنحرموهم من هذا الحق؟ حاجه اللي جاي يديرها وزير العدل خص العالم يتقلب. ماشي معقول. طبعا العدل هو الاساس، العدل هو اساس الملك. والسيد وزير العدل مطلوب منه في هذه المرحله هذه اللي هو فيها وزير يحاول يصلح العدل، وراه غادي بخطوات، ولكن العرقله العرقله العرقله. والسياسيين يا ريت يفهموا هذه الحقيقه والواقع. النهار اللي تكون الحكومه عندها الحق يساندوها، لانه تيمكن لك دير الحساب السياسوي وتقول هذه هي الفرصه باش نتعرض للحكومه ونسفه الاحلام ديالها ونطيح المصداقيه ديالها والمشروعيه ديالها ونربح في الانتخابات. ولكن تاكد من واحد القضيه، ملي غتربح في الانتخابات غتلقى راسك مع نفس المشكل اللي كانت كتعاني منه الحكومه السابقه، وحتى هي عاوتاني غدير معك نفس المعامله. وشكون اللي غيوقع؟ هو انه هذه البلاد غادي تبقى في الازمات تلو الازمات. هذا هو القرار اللي قربنا احنا ما نديروش في الحكومه. انا قلت للاخوان، قلت لهم شوفوا اللي كيجيبوا اللي كتجيبوا الانتخابات، اللي كتجيبوا الانتخابات ياك متبعني السيد عدي ياك، اللي كتجيبوا الانتخابات خاصو يستافد. لا، اللي كتجيبوا الانتخابات خاصو يستافد من الرصيد ديالو باش يصلح، ماشي يدخل الحكومه باش يعاود ينجح في الانتخابات. هذا يجب ان يكون حراما انه تستعمل الحكومه باش تنجح في الانتخابات. لا سيدي، انت جيتي باش تحكم دير الاصلاح. الى جاب الله النتائج والانتخابات عطاتك باش تنجح مزيان، الى مشيتي الى خسرتي في الانتخابات ماشي عيب، لانه ملي كتدخل تخدم، ملي كنخلص شي واحد يدخل يخدم كيدخل يخدم بالصحه ديالو، كيخدم بالصحه ديالو، يمكن يضيع الصحه ديالو، ولكن خدم وانتج بحال اللي قال الاخ قبيله، غرسوا فاكلنا ونغرسوا فياكلون. ماشي اكلنا ما غرسوا ونريد ان ناكل ما سوف يجدون فلا يجدون شيئا في المستقبل. وهذا هو اللي كاين. كاين اللي كياكل ما يشبع. كيقول لي علاش كتقول للناس العمولات؟ واش هذيك العمولات انا غير جيت اخترقتها من راسي؟ كل شيء عارف العمولات، شكون اللي كياخذ العمولات، شكون اللي كيحط الاراضي، شكون اللي داير الميليشيات، كل شيء عارف. هذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع، ولا بدنا نقولوه، وخصنا شي واحد يقولوا في هذا المغرب. لان واحد النهار كنت في حوار مع 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 مع, مع واحد من الوزراء ديالي المحترمين، وقال لي الاستقلال ديال القضاء عن من؟ حتى القضاء في بعض الاحيان إذا تخلت عنه الدولة خصوصا السلطة العليا لا قدر الله سوف يقع فارسة للآخرين. الدولة خصها تكون فاهمة وعارفة اش كيوقع. راه حنا ماشي جينا لهنا باش بعض الجرائد يتكلموا فينا مزيان، راه جينا باش تصحح المسار ديال الدولة في الاتجاه اللي يكون فيه المصلحة الحقيقية ديال المجتمع في المستقبل، ماشي باش نرضيو بعض الأطراف. كلمة أخيرة بغيت نختم بها الإخوة فيما يخص النقابات وتطبيق القانون والقانون ديال الإضراب وديال النقابات، هذه كلها أمور التزامات كاينة في الدستور، احنا ما غيمكنناش نزيغ عنها لا يمنة ولا يسرة. ولكن أنا ما غنقولش النقابات كلهم، ولكن كنثيق بلي النقابات عندها واحد الدور اللي خصها تقوم به، ولكن باش تقوم به مزيان وعلى الوجه الصحيح لابد
وراه نقول لكم راه كاين نقابات كنصيفط لهم التهاني ديالي رسميا وعلانية لمواقف من اللي كيرفضوا باش تدخل السياسة في النقابة، من اللي كيتخذوا مواقف اللي مشروعه. انا ما كندخلش في النقابات، النقابات من اللي كيجيو لعندي باش نصفهم كنصفهم، انا ما كنخافش من النقابات. من اللي يجي عندي واحد المسؤول ديال النقابة يقول لي بلي انا منعوني قبل ما تصدر المحكمة الرأي ديالها، منعوني من واحد النشاط، كنتصل بالسيد وزير الداخلية اللي كيستجب فورا وتيعطي لديك النقابة الحق ديالها. وهذا الشيء ما كنديروش بمقابل، لأن هذا واجب ديالي. وتنأكد هذا الشيء للنقابيين اللي جاوا لعندي، وتنقول لهم أنتم أحرار ديروا الموقف اللي بغيتيه في أي موضوع بغيتيه، أنا اللي كيهمني هو تاخذوا الحق ديالكم، والنهار اللي المحكمة تحكم غنعرف مع من نتعامل. ولكن النقابات لابد تحمل مسؤوليتها. اليوم الإخوان صدقوني، كاين شرائح في المجتمع، الشرائح الموجودة في الطبقات العليا استفادت، خدات حقها بالزيد. الشرائح اللي كانت قادرة باش تنتقد عليها وباش تشغب عليها وباش تعكر عليها الجو استفادت، ونحن منها، والأطر والموظفون والأطباء والأساتذة والمهندسون. تبارك الله، بقات واحد الشرائح لتحت محرومة تقريبا. هذه الشرائح آن الأوان أن نهتم بها. هي ملي أنت غادي توقف معمل، حتى واحد ما غادي يجي يقول لك علاش وقفتيه، لأن هي مسكينة كتمشي ما غاديش تطلب منك تأدي الحساب، ولا تطلب منك تخلص ليها واحد 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 الأجرة بحال اللي كيوقع في ألمانيا لما تلقى العمل. هي كتمشي كيرجع الدري عند باه، والخو عند خوه، والبنت عند امها، فهمتيني ولا، وتيعيشوا باللي كتب الله، وتيتقاسموا ذاك البركه. خصكم تعرفوا المغاربه كيفاش كيعيشوا. راه كاين المغاربه اللي كيعيشوا بضع مئات من الدراهم في الشهر، كاين اللي كيعطيوا لولادهم في عوض الحليب، كيعطيوهم سميتو داكشي اللي كينتج من الطبخ ديال البلبوله ديال الشعير، داك الفوقاني ديالها هو اللي كيعطيو لهم باش يكبروهم. هاد المواطنين هادو اللي كيهمهم هو يلقاو العمل. خصنا نمشيو في اتجاه جميع ونتعاونوا. وانا هنا كنشد على يد كل واحد كيتفهم انه المعركه النقابيه ماشي معركه ديال نجاح نقابه ضد نقابه او نقابه ضد الحكومه، هي معركه لاحداث التنميه ولتشجيع المستثمرين. واخا نكونوا مضطرين نصبروا في واحد المرحله، سمعوني مزيان، فهموني مزيان اش نقول لكم، على ما يجيب الله التيسير ويكون ديك الساعات ما نتقاسموا. اما الا كنا غادي نتقاسموا البؤس لا. وهذا اليوم دور شريف ديال النقابة تتقوم به وما زالت تقوم به، وبغيناها تزيد تقوم به. النقابات الحقيقية اللي تبنات في الرحم ديال الشعب، واللي غادي تستمر إن شاء الله الرحمن الرحيم في القيام بالدور ديالها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.